الكرة التي يلعبها فريق سان داونز رشيقة وسريعة وجميلة إلى حد الخيال. إذا شاهدت مباراة الفريق الأخيرة ضد الأهلي تكاد لا تصدق أنه فريق أسمر من قارة إفريقيا. يا لها من طريقة خاصة ينتهجها هذا الفريق. إنه فريق أوروبي على أرض أفريقية. بدأ مشروعا كبيرا منذ نحو 10 سنوات وحصد نجاحه على الصعيدين المحلي والقاري. مشروع أصحاب الزي البرازيلي بدأ تحديدا في عام 2012 مع المدرب بيتسو موسيماني الذي تولى قيادة الفريق منذ ذلك التاريخ وغير المعادلة كاملة في جنوب أفريقيا. أدخل موسيماني هذا الفريق في المنافسة المحلية، بل وضعه على قمة الهرم هناك على حساب الفريقين الأشهر والأكبر أورلاندو بايرتس وكايزري تشيفز. في أفريقيا جعل موسيماني من سان داونز بعبعا لكل فرق القارة السمراء ووضعه على الخارطة. أسس المدرب بيتسو لحقبة جديدة في تاريخ النادي وخلق له هوية خاصة تشبه البرازيليين إلى حد كبير. كرة سريعة تمتاز بالرشاقة والمهارة العالية. اكتسح سان داونز منافسيه المحليين أورلاندو وكايزر وفاز مع بيتسو ب5 بطولات للدوري في 8 سنوات. على الصعيد القاري وصل سان داونز إلى قمة المجد في عام 2016 وتوج بلقبه الأفريقي الأول على حساب الزمالك حين فاز بدوري رابطة الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي، ثم أحرز كأس السوبر الأفريقي في عام 2017 كما مثل القارة السمراء في مونديال الأندية. ورغم رحيل بيتسو عن الفريق منذ عام 2020 لا يزال المشروع نفسه مستمرا. تبدل أكثر من اسم على مقعد المدير الفني لكن صبغته لم تتغير، فالكرة البرازيلية الخلابة هي عنوان الفريق الذي بات ضيفا دائما على الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا. قبل أيام قرر سان داونز فوزه بخماسية على حساب عملاق أفريقيا الأهلي، وكل من شاهد المباراة تحسر على حال اللعبة في مصر. هزيمة كشفت عن الفارق الكبير في أسلوب اللعب الذي ينتهجه الجنوب إفريقيون، بينما نحن في مصر لا نعرف على ما يتدرب اللاعبون كل يوم وعلى ما يتقاضون ومدربوهم كل هذه الملايين.